السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم نقدم لكم في هذا الفيديو لي كاب كيك بالفراوله، كيجيو رائعين وغزالين ولذاذين البنات، كنتمنى تجربوهم. المهم خليكم معايا باش تشوفوا ان شاء الله المقادير وتشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال لي كاب كيك بالفراوله. بالنسبه للمقادير البنات، هادو هما المقادير اللي كنحتاجو في لي كاب كيك. عندنا البنات هنا كما كتشوفوا جوج بيضات، وعندنا هنا دانون، يعني كنجيبو دانون باي نكهه بغيتي. يعني انا استعملت ديال الفريز وديال التوت، تقدري تجيبي اي نكهه بغيتي ولكن يكون اللي فيه حبيبات. هنا عندنا الزيت البنات غادي نعبروها بالحك ديال دانون، وكذلك سنيده حتى هي غادي نعبروها بالحك ديال دانون. وعندنا هنا البنات جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال الفريز، عندنا كذلك هنا قبسه ديال الملحه، وعندي هنايا فاني سائل كما كتشوفوا. الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا الفاني اللي تيكون في الساشي. وعندي هنايا جوج خمارات حمرين، غادي ندير غير خماره ونص، ما غنديرهمش بجوج. وعندي الدقيق هنا الابيض البنات، بالنسبه للدقيق كذلك غادي نعبروه بالحك ديال دانون. غادي نديروا تقريبا شي جوج حكاك ديال دانون ديال الدقيق الابيض. عندي هنايا بالنسبه للتزيين كنحتاج هنايا اللوز ايفيلي مع اللوز مهرمش، مخلطتهم بجوج، وغادي ندير معاهم هاد النكهه والملون ديال الفريز. وعندي البنات هنا المول ديال السيليكون اللي فيه الكويغطات ديال الكيك، خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه.
هنا البنات كنجيبوا اللوز ايفيلي واللوز مهرمش ديالنا وكنخلطوا معاه الملون والنكهه ديال الفريز وكنخلطوهم مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. وهنا البنات من بعد ما كنخلطهم كنديرهم فوق لي كاب كيك ديالي وكندخلهم الفران. من بعد ما غنساليهم البنات كاملين انا كنكون ديجا مسخنه الفران. مني كندخلهم الفران كندير الفران على درجه حراره 170 درجه تقريبا كياخذوا ليا في الطياب شي 15 دقيقه، يعني انا هادو طابوا ليا في 15 دقيقه. ان شاء الله خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديال الفراوله. هادو هما لي كاب كيك ديالنا من بعد ما كيطيبوا البنات كما كتشوفوا راه كيجيو رائعين وغزالين. هنا البنات عندي هنا خلطت الناباج مع الملون والنكهه ديال الفريز باش نزينو من الفوق. انا كنت غادي نخليهم غير هكاك سامبل ولكن قلت باش يزيدوا ويعطيو واحد المنظر زوين ويكون واحد لابريونس زوينه فوق منهم فكرت انني ندير هاد الناباج والملون والنكهه ديال الفريز. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال لي كاب كيك ديالنا بالفراوله كيجيو رائعين وغزالين. وكنتمنى انكم البنات تجربوهم وتردوا عليا الاخبار، كيجيو لذاذين في المذاق وانا نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل كيكونوا رطبين وغزالين. وكنتمنى البنات انكم تجربوهم راه غادي يعجبكم بزاف. وكنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله مره اخرى. وما تنساوش كما كنقول دائما لايك واشتراك في القناة بالنسبة لجديد معايا وتفعيل الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. وكنقول لكم بسلامة حتى الفيديو جديد مرة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.